حنو وما فيش حد ما يعرفش الريس ستاموني في فيلم الكيف، الفنان فؤاد خليل اللي قدم ادوار كوميديه لسه الناس فاكراها لحد النهارده وفاكره كل الافيهات اللي كان دايما بيقولها. كان فنان حقيقي واحد من نجوم الكوميديا اللي تركوا اثر كبير عند محبيه وجمهوره. النهارده بيصادف الذكرى العشرة لرحيله. عشر سنوات تمر اليوم على رحيل نجم من نجوم الكوميديا، عشق الفن ومن أجله ترك الطب ليخطف قلوب المصريين بموهبته التلقائية ومشاهده التي تفجر الضحك. هو المعلم ستموني أو الفنان فؤاد خليل. بدأ رحلته مبكراً مع الفن عندما كان عمره 11 عاماً، حيث كون فريقاً للتمثيل مع بعض أصدقاء الطفولة. تخرج عام 1961 من كلية طب الأسنان التي التحق بها لرغبة والده، وخلال دراسته بكلية الطب تقدم لاختبارات معهد التمثيل ورسب مرتين. قضى في كلية الطب 10 سنوات لانشغاله بالفن ومحاولته الالتحاق بمعهد التمثيل، وكان خلال دراسته يلتحق بفرق المسرح الجامعي. ظهر لأول مرة في مسرحية سوق العصر عام 1968، ثم عمل في المسرح والتلفزيون والسينما لسنوات عديدة. تألق فؤاد خليل في العديد من الأدوار الكوميدية التي ارتبط بها الجمهور. كان آخر أعماله فيلم صايع بحر، وظهر فيه في مشهد واحد فقط، كما شارك في عشرات المسلسلات. توقف نشاطه الفني عام 2004 بعد أن تمكن المرض منه، وتوفي يوم الاثنين 9 أبريل عام 2012 عن عمر ناهز 72 عاماً.